والله هذا اللي صار يا خانو. طيب انت ما فهمت على لساني انه ما تسأل عن مصاري منو؟ ولو فهمتها، بس جاي لعندك حطك بصورة مشان انت تقليلي شو قصرها. هي نادية خانو مطمعة شوي، واكيد رح تعسر الامور مشان تاخد مصاري اكتر. بس اكتر من 700 ذهبية؟ 700 ذهبية بيفكوا 10 من حبل المشنقة. لكن ليش طلبت اكتر من 700 ذهبية؟ اول مرة طلبت 700، بس تاني يوم قالت لي انه الموضوع مو مضمون. طيب تقدر تخليها تيجي لعندي لهون؟ أعوذ بالله، أنا ما قلت لك إنه هي وقعانة ومكسورة رجلها؟ تصرف يا عدلي، لو اضطريت تبيع مالكانة تانية وتالتة المهم بتخلصني من الورطة اللي أنا فيها. على راسي. وصلنا لنادية خانو مع لساني إنه توقف معي بهالموضوع وإني ما رح أنساها كل عمري. هذا الحكي كله بعرفه، بس بدي أفهم منك أنا، عطية فوق 700 ذهبية ولا لا؟ عطية، وإلا إنه إلى أضعاف هذا المبلغ إذا مش الحال. ايه ماشي، يا ريتك لقطيني قبل ما تفوتي هالورطة هاي، كنت أنا شلت عنك. هلأ وقت هذا الحديث فات أوانه. كمان أنت يا عدلي رح أغرقك بالذهب والمصاري، بس اعمل كل جهدك لحتى أطلع منه. ما بتقصري يا خانو، أنا ما بدي منك غير تطلع من هون بخير وسلامة. ولا تقطعني من زيارتك، زورني كل يوم وخبرني شو بصير معك. ولو صار ومشان أولادي يا عدلي. بالنسبة لأولادك والله لأمشهم من تحت الأرض، عم دور عليهم ليل ونهار. بس الله يخليك، لازم تلاقيهم بسرعة. يعني راسي، بس منشان سك المالكانة بجوز نحتاجه بكرة. لحظة، هذا السك، وأوعك ترجع لعندي وتقول لي صار وما صار، اتصرف من عندك. اللي بدك اياه بصير. سلام عليكم. يا ميمتي طلت حليب النوق صافي الخصال، عزت من زرع بظلمة بطينك وضحى فارسا السلام عليكم. طمني شو صار معك؟ شغلي. شو ها؟ رابط علي. عرسك مال كانت الخانم تبع بساتين الشاغور؟ قلت لك فتحت لنا طاقم من السماء. شو بتقصد عالدول؟ لسه بدي بيعك البيوت او حوانيتها ودكاكينها. والله لهالدرجة لك شريك؟ وقعت وما حدا سمع عليها، وبدي احقق لك حلمك ويصير عندك مالكاني. صلاة محمد. اللهم صل عليه. شو بنا، ما بحاكيك غير مازوت. انا عدي اللي لاقي الامرين منه ومن جوزها، وهلا بدي طلع الفرق. احكي لي شريك، شو ناوي انت؟ بس حليب صافي وبتاخذ المالكاني من هدول. لا يا شريك، ليش انا مو من يوم يومي بحلب معك صافي؟ لا، هالمره بدي قوه قلب. انا معك على الموت. إذا بدك توصل أنت للمالكانة وأنا بدي أوصل للمعاد، بدنا نلعب لعبة وسخة. قلت لك معك على الموت. شو بها صالحة؟ نفس السيرة، هي علينا. ليش شوفي شو صاير؟ مو كانت تضايق أم حسن عنا؟ فتحت سيرة جواز قدامه بالغلط، قام جن جنانها الصالحة عشوي رح تقلع على المرة. ما ضلت قاعدة معنا لحتى عملنا لرجليها من قصب. يلا بسيطة. وانتي شو قالت لك؟ امتى ولادتك بالسلامة؟ قال بدها وقت، الله أعلم. ما قلتي لي شو صار معك؟ أنا حكيت مع أميرة مثل ما اتفقنا مشان صالحة، بركي إن شاء الله بتغير بقى رأيها ومنخلص. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. وهلا على أبو الزلاف عيني يا مولاي، ضرب الخناجر ولا حكم النادل بي.
وسايق عليك النبي هون متى تدفني بين القبور الخضور وتزور يوميا هولولا ليكم يا أهلي هولا جي أنا البيت أشسي على ركبتي وكحل عيونه أو هلا على بزلاف عيني يا مولايا أو ضرب الخناجر ولا ما شاء الله كان على هالصوت يا صباح الخير يا صباح القشطة والزهور صباح الخير يا هلا ورحب شو وينه عمي الحاج؟ مالنا شايفينه؟ بالحقل يكتف الخضار والفاكهة لجلكم لكنها بصراحة بصراحة زعل منكم بحق شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده لك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار روح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا من اللحظة اللي خطفوني فيها من القطار للحظة اللي قدرت أهرب ما عرفت أوصل لا لها لا الباطل ما عرفت شو هي المسببات اللي خطفوني فيها رغم أنه حاولت قلت لهم يا جماعة اللي بتكون يا أنا حاضر بتكون مال بتكون جاه بتكون سلطان لا تتعبوا بس هني مصرين على أسر حريتي والتخطيط لقتلي وانت متأكد انه ما بتعرف عنه شيء؟ ابدا غريب بهالحالة ما في غير خيار واحد شو هو يا بنتي؟ انه نمسكه شو؟ لا يا بنت الناس هيك بتجيبوا الخطر لنفسكم لكان كل يوم والتاني يطبوا علينا وكأنه ما في حدا يوقفهم عند حدهم زلفة معها حق يا بي شو فاكرين الدنيا سايبة يعني؟ يا جماعة يا ابو العطا المهم بالوقت الحاضر هدول السهران يقتنعوا أنه أنا مالي موجود عندكم بس لحد صحصح وبعدين بيحل الحلال وإذا فجأة طبوا علينا وعرفوا أنك أنت عنا شو راح يصير؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بدي أحكي معك مو ما جيت لعندي كنت أنا راح يجي لعندك مشان شو؟ بدي أحكي معك أنا كمان موضوع مخصوص انت ليش كنت جاي لعندي؟ خلينا نفوت نشرب كاسين شاي ونحكي جري تفضل اهلين بالشباب اهلين عمي زينو عمي زينو شو تشربوا؟ كاستين شاي على كيفه ولك احلى كاستين شاي اكرق عجم على كيف كيوفكم عمي اهلا عمي زينو عمي اهلا بالشباب اهلا يا عمي رشدي اهلا بروح شو جاهز انا جاهز شرف عمي بروح هذا الدكتور بدك تاخذني لعنده على بيروت شاطر شاطر الله يسمع منك يا رب ان شاء الله بصير عندك عر اولاد الله يسمع منك شوف واذا رب العالمين يسر
ومشي حالي وصار عندي اولاد. الك عندي حلوان هالقد قده. شرف توكل على الله وادعي لي. ليه بلا بضاي؟ شرف طمنوني على حطة ايدك والعمل. شور علينا؟ شو بدي شور؟ موضوع واضح مثل عين الشمس. مثل ما انتو كنتوا السبب بمهربه، انتو لازم تلاقوه. ايه ورح نلاقيه، رح نلاقيه. امتى؟ عن قريب. ايه بدكن تخفوا ايدكن شوي، لأنه لهلا أنا ما خبرت جماعتي بمهرب هذا أبو بطيخ. أنا برأيي لا تخبرون. المهم أعطينا مهلة بس أسبوع. أسبوع بس؟ حاضر، بس نحن بحاجة مصاري. لا حبيبي لا، حسابكم تاخدوه آخر مليم لما تمسكوا هذا أبو بطيخ، وغير هيك لا عاد حدا يطلب مني مصاري. بس يا معلم كلامي واضح وصريح. سلام. الله معه. وبعدين سمعتوا بأذنيكم شو حكى؟ ايوه، الجيبة نفضت من المصاري، شو نعمل؟ هلأ فاضية ولا مو فاضية؟ سمعت بأذنيك شو حكى؟ بعدين لازم نمسك هذا أبو بطيخ، وإذا ما مسكنا كل تعبنا بيروح على الفاضي. جيه لك مو شفنا قلبنا الدنيا كلها عليه؟ ايه، وبدنا نرجع نقلب الدنيا عليه من اول وجديد. ايه الف الحمد لله، جرح بلش يندمل، امور اخونا ابو طالب عال العال. الحمد لله يا حكيم، الله يبشرك بالخير. يعني ممكن يطلع ويفوت براحته؟ ايه بس شوي شوي هلا. ايه طبعا شوي شوي. شو نحن راح نخليه يفلح الارض يعني؟ انا اقول لك هالشيء مشان ما يجد نفسه يا ابو العطا. ايه طبعا طبعا، لا تاكل هم. وفينا نحممه يا ابو حيان؟ ايه بس لا تقربوا على الجرح. طبعا، لانه صار له زمان ما تحمق. حكيم امتى فيني ارجع عالشغل؟ يعني بعد شي كام يوم. شو مليت مننا يا ابطالي؟ لا يا ابو العطا، انا مل منكم. حكيم ابو العطا واهله اللي عملوه معي ما بتقدر بثمن. اقسم بالله ابطالي خليه كم يوم، تعودنا على بعض وصرنا مثل الاهل والأخوة. ما عاد في لزوم يا أبو العطا، طالما الحكيم عم يقول اندمل الجرح ما عاد في لزوم لعادتي. والأيام بيناتنا، وحياتك الأيام بيناتنا. على خيرة الله، على خيرة الله. شكت روحي ويا ما نده القلب، شرياني وجروحي تنده إلك يا رب. ببكوتي ونوحي تهون علي الصار، روح يا ريحة سلم أحباب القلب. لا لا ولا لا يا بلا لا ذهب والغاء. الله أكبر يا وطن، يوم الوغى نندح نقول الله. الله أكبر يا وطن، اسمك مطرس بالذهب والغاء. لنهاب العدا ولا توب الردى، لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا. الله الله الله، يوم الوغى
الحبر يا وطن بابك غالي بغلا العيون طهر وصل طرابة يوم المحن من صوم الله أكبر يا وطن بابك غالي بغلا العيون طهر وصل طرابة يوم المحن من صوم لنها بالعدا ولا توب الردى لنها بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بحلا الله 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 يوم الوغى من دهن يقول الله يا ما شكت روحي ويا ما ندهى القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم